الصحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن ITN. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. ITN بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج كلاسيك، إسانشل وغولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع ITN صحتك بأمان. 03-546-444-70-546-444. موضوعنا اليوم هو التأمين الاستشفائي، ومعي السيد مارسيل داهر مدير تنفيذي لا ITN هودينج. صباح الخير أستاذ داهر. يعني حضرتك أكثر شخص ممكن توضح لنا بعض الأمور اللي يمكن مش كتير مفهومة بذهن المواطنين، وعن مفهوم التأمين الاستشفائي بشكل عام اللي كمان يمكن في هيك شوية خلل، مثل ما نحن منحكي إحصائيات بيّنت أنه في عدد كتير قليل من اللبنانيين اللي عندهم صحيح تأمين صحي. خليني نبلش من هالنقطة رانيا. بالواقع من 15 سنة الماضية تقريبا لهلأ ما بيتخطى عدد المؤمنين بلبنان بالاستشفاء تحديدا عتبت 10-12%. نعم. وأكيد إذا بنطلع على الأسباب الموجبة، خليني أطرح الأشياء السلبية مع الشيء ولو على الهواء لحتى المواطن يعرف. في عدة عوامل أدت لهالواقع هذا. أول عامل هو الكلفة. اليوم مبدأ التأمين مبدأ بغطي، نتغطى أو لما نشتري تأمين نتغطى ضد خطر غير موجود وغير منظور. والتأمين الدراسات الأكتوارية مبنية على شغلتين أساسيات. أول شيء هي الكلفة، وتاني شيء هي الفريكونسي، يعني قديش الشخص بيستعمل من هالبوليسي التأمين. إذا منتطلع بلبنان الفريكونسي كتير عالية، لأنه وهون مش بدي حمل المواطن المسؤولية بقدر ما الواقع كله عم بيتحرك بهالاتجاه. بعض الأوقات الأشخاص يلي بعبوا طلب الميديكال كاستيونير مش بكل الأوقات بيحكوا الوقائع مثل ما هي، وبتبين الأمور بعدين، لأنه في أمراض معينة فيها انديكيشن أنه هيدي كانت موجودة قبل. لا. ولو حتى المواطن ما ذكرها، بس عند أول محاولة للاستشفاء أو بفوت على المستشفى بيبين أنه كان عنده مشكلة سابقة. وهيدي اللي مرارا وتكرارا حكي عنا السيد توني نصوري اللي بنوجه له كمان تحيه، انه هالشيء ما عم بيفيد حدا، يعني لا عم بيفيد المستهلك ولا عم بيفيد شركه التامين، الكل عم بيكون متضرر بالاخر. فهالشفافيه والوضوح كثير مهمه، كثير مهمة. دونك من ميله المواطن انه هالواقع، من ميله ثانيه لانه العدد قليل وبالانشورنس في لو اوف نمبر اوتوماتيكلي بتدفع بسعر البوليسي التامين اعلى لتكون اغلى. وفي ثالث واقع هو التطور يلي حاصل بلبنان على مستوى التكنولوجيا بالمستشفيات. والفاكتور الرابع هو قلة الشغل. يعني اليوم المستشفيات بلبنان كمان عندها واقع أكثر من 75% من شغلها هو بالقطاع العام. ونحن بنعرف أنه بتتأخر الفواتير مدة سنة أو سنتين وبتجي مخصومة. دونك بدل فيه الزاوية الوحيدة اللي اسمها شركات التأمين أو صناديق التعاضد، يلي بتقدر المؤسسات الشفائية تطلع الكاش فلو. هذه المعادلة كلها عم بتأدي واستقنات، خليني أقول مش مبارح هذا المشروع أو هالواقع. هالواقع عم بيتطور من كذا سنة، وبكل أسف ما لقينا المراجع الرسمية عم تتحرك بهالاتجاه، لأنه هيدا بده حل شامل وبده حل على مستوى عدة أطراف. في كتير ستيك هولدر بالموضوع. لازم أنا هلأ اليوم بقول للمواطن اللبناني، بنصحه عن طلب الاستشفاء أول شيء يكون واضح، لأنه سرتو مع الـ ITN، وهون نحن بنعتبر حالنا بنميز حالنا عن غيرنا. بهمنا نساعده للمواطن، مش نقول له إيه أنت عندك مشكلة ما رح نغطيك. بالعكس، إذا قلنا نحن عندنا مشكلة منلاقي معه ومندرس معه، لأنه هيدي التزامنا وهيدي الفيجن تبعنا. رح منشوف طبعا شو المميز ببرامج الـ ITN اللي عم بتخلي عن جد هالناس يكونوا مرتاحين أكتر واسئين أكتر. صحيح. ولكن لما بتقلي أنه في عدد جهات معنيين بالموضوع، يعني عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن الأطراف المعنية، منبلش بالمواطن لشركة التأمين وصناديق التعاضد، للمستشفيات، للأطباء، لوزارة الصحة،
للضمان الاجتماعي، كل الستيك هولدر بالقطاع الصحي كلهم معنيين بهالمشكله، لانه في لها ارتدادات، وهيدي حلقه مفرغه عم نبرم فيها صار لنا فتره. مفروض بوقت من الاوقات حدا ياخذ المبادره، نحن عم نحاول، لانه اليوم ما عندنا السلطه على صعيد الدوله، ولكن عم نحاول على صعيد خاص. بنهايه الامر الهدف من الاستشفاء او من التامين هو مصلحه المواطن. نحن عملنا فوكس هون، والاي تي ان حتى هذا اللي كنت عم بذكره قبل شوي، لما شخص بيتقدم وعنده مشكله بنحاول نوضع اكثر من سيناريو للحل لحتى نقدر نحل له مشكلته. مش نوقف ضده، بالعكس رح نوقف معه، وهذا التزامنا لحتى نساعده نلاقي له حل. وشغلنا عم بينعمل على صعيدين، صعيد جنرال بعطي اكزامبل تيبيك عليه، الاي تي ان بتغطي النساء الحوامل من اول سنه، مش كل الشركات بلبنان او صناديق التعاضد بغطوها، وهيدا التزام منا على صعيد جلوبال، يعني كل النساء الحوامل بلبنان اذا عندهم بدهم يتامنوا اول سنه بنغطيهم. في اشياء ثانيه، هيدي شغله، هيدي لحالها يعني مشكل كبير نحل. صحيح استاذ ظاهر، يعني هيدا المشكل ما في منه مهرب، ورح بيضل فيه كل يوم وكل دقيقة، لانه بنهايه الامر نحن عارفين الواقع الاجتماعي. والسيدات اليوم بيتجوزوا، شباب عم بيتجوزوا ما عندهم الامكانيات الماديه، وفي سيدات ما عم تشتغل. صحيح صحيح، بقى الاي تي ان لقيت الحل. والحلول الثانيه على المستوى الفردي، هلا صعيد جلوبال على المستوى الفردي عم نطلع مع كل شخص، وبدل وواجباتنا، وبرجع بقول المشن والفيجن تبع الاي تي ان انه اليوم نوفق بين حاجات المواطن وامكانياته. وبنقعد معه وبنحكي معه وبنعطيه اكثر من الترناتيف، وحتى لما بيوصل الامور للفيناليزاسيون بنتفق على برودوي معين اكيد بكل وضوح وبكل شفافيه، حتى من في تسهيلات مالية بالدفع لحتى كمان نوقف حده مرة أخرى لحتى يكون مطمن. وهون يمكن الفرق بين اي تي ان وبين غير شراك، أنه عم بيكون في إشياء هيك شخصية مع كل شخص، عم يندرس حالته، وكل شخص ما عم ينقله لا، ولكن في بعض الأشياء اللي بتتركب على قياسه. صحيح. مثل ما بيقولوا، خليني أقول أنه كل الشركات فيهم الخير والبركة. والصناديق، بس مقاربة الاي تي ان مقاربة مثل ما ذكرتي حضرتك بيرسوناليزي، يعني نحن علاقتنا مع المواطن مباشر، متسمع له، منشوف مشاكله، منساعده، منضويله على الأمور الأساسية، منوجهه، وبنهاية الأمر مش الهدف يمضي معنا. نحن حريصين، وبقول على الهواء نحن منشتغل كونسلتنسي، شغلتنا نحرص على مصلحة المواطن، اشترى من اي تي ان او ما اشترى من اي تي ان، بغض النظر مش الأوبجكتيف تبعنا نعمل مساري بقدر من الأوبجكتيف نساهم ببناء قطاع او المواطن اللبناني لنبني الدولة. نعم. والأهم أنه مثل ما دايما بتذكروا أنه لو كان أي شركة مأمن عندها ما في أي مشكل أنه كمان يكون في تأمينات. صحيح. معينة صحيح، مثل الدي برو مثلا دانتير. نحن وين ما كان مأمن. أو ما عنده تأمين بناخد كل الأشخاص. برجع بقول الأوبجكتيف هو مصلحة المواطن العليا، يعني وهي التوعية اللي بتعطوها من خلال شاشتنا. صحيح. كمان مهمة كتير. شكرا لوجودك معنا أستاذ مارسيل ظاهر، المدير التنفيذي لا اي تي ان هولدينغ. مشاهدينا رح ناخذ وقفه قصيره ومنتابع مع واتسون ام تي في. اي تي ان الشركه الرائده ببرامج التامين بتقدم لك بطاقه اوت اكسبرس اللي بتغطي الفحوصات الطبيه الخارجيه بكل لبنان، شو ما كان عمرك وشو ما كان وضعك الصحي، فيك تعتمد على بطاقه اوت اكسبرس وتتوجه لاي مختبر طبي على الاراضي اللبنانيه لاجراء فحوصاتك دون اي انتظار او موافقه مسبقه، وباشراف جهاز اداري مميز. اوت اكسبرس من اي تي ان، التغطيه كامله وشامله. مع اي تي ان صحتك بامان. 03-506-44-444-70-546-444.